السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعي شرح سلسلة برنامج الباوربوينت. وإحنا النهاردة في الفيديو الأخير في شرح سلسلة الباوربوينت واللي هنتكلم فيه عن إزاي إن إحنا نصدر أو نعمل إكسبورت للبرزنتيشن بتاعتنا سواء كان بي دي إف أو كان فيديو أو كان جيف أو كان سلايد شو. يعني إيه سلايد شو؟ يعني إن أنا بعد ما أظبط البرزنتيشن وأظبط الأنيميشن والترانزيشن وكل حاجة زي ما شفنا مثلا في الفيديو اللي فات هبدأ إن أنا أحولها لسلايد شو، يعني يكون جاهز على العرض على طول. أول لما أفتح الملف مش هيفتح باوربوينت، هيفتح على طول على السلايد شو أو إن هو يبقى جاهز يتعرض على البروجيكتور أو على الشاشة بتاعتي. طبعا ده بيحمي الملف بتاعي إن محدش يمسح منه أي حاجة أو يعدل عليه أو يحصل عليه أي إدخالات جديدة أو إن هو يعدل فيه. طبعا لو حتى لو انا حبيت اعدل فيه لازم ارجع للملف الاصلي اللي انا حافظه عندي اللي هو الباوربوينت، ساعتها بحفظه بدون تعديل زي البي دي اف، بس الاختلاف ما بينهم ان ده بيكون سلايد شو، اقدر ان انا اعرض جزء جزء من السلايد وهو هو طبعا خاص بالباوربوينت كمان، يعني من الاخر زي حمايه او بروتكت ليه عشان محدش يعدل عليه. ويلا بينا نبدا في الفيديو بتاع النهارده، وقبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو مش مشتركين، وطبعا سيبوا رايكم في الكومنتس تحت مهم جدا، بنقرا طبعا كل الكومنتات بتاعتكم. ويلا بينا نبدا في فيديو النهارده. اهلا بكم مره ثانيه، واحنا دلوقتي زي ما انتم شايفين فاتحين برنامج الباوربوينت على البرزنتيشن اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات او اللي احنا اشتغلنا عليها خلال الكورس عموما، وهي طبعا محاضره العروض التقديميه. انا دلوقتي بعد ما خلصت البرزنتيشن وعملت الانيميشن والترانزيشن وكل حاجه تمام، عايز ان انا بقى ابدا ان انا احولها لبي دي اف او ان انا احولها لفيديو او جيف او سلايد شو. طبعا اول حاجه هنا هطلع عندي على تاب الفايل، وبعدين هلاقي عندي في حاجه اسمها الاكسبورت او التاب بتاعه الاكسبورت، هدوس عليها هيبدا ان هو يجيب لي شويه الاختيارات اللي انتم شايفينها قدامكم بتاعه الاكسبورت. اول حاجه بيقول انت عايز تعمل كريت بي دي اف، طبعا لما ادوس هنا هيبدا ان هو يفتح لي الدايلوج بوكس ده ويقول لي انت عايز تحفظه بي دي اف فين. ممكن اختار طبعا الديسك توب او اختار اي مكان وابدا ان انا اقول له سيف او ببلش، هيبدا ان هو يحفظه لي بالبي دي اف زي ما انتم شايفين السيف از تايب بي دي اف، وطبعا عندي هنا كمان ببلش از بي دي اف عندي العنوان بتاع الدايلوج بوكس. ممكن اقول له اوكي او ان انا اقول له كانسل. وتاني حاجه عندنا في الاكسبورت وهي ان انا اعمله كريدا فيديو او ان انا احوله لفيديو. اول لما اجي هنا طبعا اختار الفيديو بيجيب لي طبعا كل الكواليتي اللي موجوده على الباوربوينت، ممكن انا اختار الستاندرد اللي هي 480 او الاتش دي اللي هو 720 وكمان الفول اتش دي اللي هو 1080، وطبعا في اوفيس 2019 هنلاقي في عندي الالترا اتش دي او الفور كي، اقدر ان انا اختار اي حاجه من دول. ممكن طبعا اختار اتش دي 720 على حسب طبعا الريزوليوشن اللي انا عايزه او الكواليتي اللي انا عايزها. اول لما ادوس عليها كده هيبدا ان هو يسيبها لي بالشكل ده، وبعدين يقول لي انت عايز تعمل ريكورد التايمنج، التايمنج اللي هو ما بين السلايد والسلايد، هيبدا ان هو ينقل السلايدات ورا بعض ولا يعمل ايه. ممكن انا اسيف له كل الكلام ده اقول له ماشي انا عايز اعمل ريكورد للتايمنج. اول لما اختار الريكورد للتايمنج هيبدا ان هو يفتح لي البرزنتيشن في وضع العرض او في وضع السلايد شو. بعد كده هبدا ان انا ادوس له على العلامه الحمراء هنا في الريكورد، وطبعا من هنا عندي لو انا عايز اسجل بالصوت كمان ادوس هنا على المايك ان هو يشتغل، وهنا لو انا عايز اسجل صورتي، لو انا عايز اسجل الصوره بتاعتي على اللابتوب هيبدا يظهر الصوره طبعا عندي في جنب في البرزنتيشن. وبعد كده طبعا لما افعلهم اقدر ان انا اعمل ريكورد وابدا ان انا اشرح على طول. وطبعا كمان لما ادوس الريكورد هنا وابدا ان انا اسجل، تعالوا ندوس كده هيبدا ان هو يعد لي 3 ثواني ثانيتين ثانيه ويبدا ان هو بدا يسجل دلوقتي، حتى كاتب لي هنا ريكوردنج ان بروجريس. اقدر كمان ان انا اجيب هايلايت، اقدر ان انا اشاور. طبعا الكلام ده كله انا بجهز للفيديو او ان انا بعمل ريكورد للفيديو. ابدا ان انا اعرض البرزنتيشن، ادوس على النكست سلايد وابدا ان انا اختار ده النقطه ان انا ممكن اشاور بيها على اي جزء انا بشرحه، وكمان لو انا عايز اعمل هايلايت على اي حاجه اقدر ان انا اجيب اي لون من ده وابدا ان انا اعمل خطوط عليه. طبعا كل الكلام ده بيظهر في الفيديو لما اكون بعد ما احوله الفيديو ابعت الفيديو لاي حد هيبدا يشوف صوتي وانا بشرح، ويبدا ان هو يشوف الحاجات دي كلها على البرزنتيشن وطبعا كباوربوينت زي ما انتم شايفين. بعد ما اخلص بدوس ستوب بالشكل ده، وبعدين ابدا ان انا اقفل بالشكل ده، وطبعا بعد ما بخلص زي كده ابدا اقول له كريت ا فيديو، هيبدا يفتح لي طبعا الدايلوج بوكس زي ما انتم شايفينه، وهيبدا ان هو يعمله لي طبعا التاب او النوع بتاع الملف هيكون الام بي 4 او الفيديو. اول لما اقول له سيف هيبدا ان هو يسيف لي الفيديو على طول، وبعد كده طبعا هلغي الحاجات اللي انا كنت عاملها على الباوربوينت. وبعدين نيجي لتالت حاجه عندي في الاكسبورت، تالت حاجه عندي وهي الانيميشن او الجيف. اول حاجه طبعا هنا بختار الكواليتي يا اما ميديم يا اما سمول يا اما لارج يا اما اكسترا لارج،
هاجي هنا اختار طبعا لارج، وبعد كده ممكن اقول له هنا اعمل لي بين السلايد والسلايد سواء كان ثانيه او ثانيتين او ثلاثه على حسب ما انا عايز، عشان يسيب مسافه الناس تقدر تقرا الحاجه اللي جوه السلايد. لو فيها حاجات بسيطه ممكن اخلي الوقت قليل، لو حاجه كتيره ممكن اخلي الوقت اكبر من كده. وبعدين هقول له كريت جيف، ابدا طبعا يفتح لي الدايلوج بوكس ده، وان هو خلاص يبدا يحول لي الكلام ده لجيف. طبعا ممكن اعمل سيف لو انا عايز ابدا اسيف على كده لو كله تمام، او ان انا اعمل كانسل على حسب ما انا عايز. هنيجي بعد كده كمان مره هنيجي على فايل واكسبورت، وبعدين نعرف ازاي ان احنا نحول او نعمل برزنتيشن على سي دي او اسطوانه. طبعا اي محاضر بعد ما بيخلص الكورس بتاعه مع الطلبه او كده بيبدا ان هو يديهم الملف، سواء كان اللي هو البرزنتيشن اللي عرض عليه، عشان هم اللي عايزين يراجعوا المحاضره تاني او يراجعوا الكورس على الباوربوينت يقدروا ان هم يعملوه. فبيكون عنده كذا طريقه ان هو يديهم بيها، يا اما كبي دي اف، او ان هو بيحوله لهم زي سلايد شو زي ما هنشوف دلوقتي، او ان هو بيحط لهم على اسطوانه. اقدر ان انا طبعا اختار كده واحط الاسطوانه، وبعد كده هبدا ان انا ادوس على العلامه دي هيبدا ان هو يعمل لي الكلام ده على السي دي. طبعا اول لما دوست عليها بدا ان هو يفتح لي الدايلوج بوكس ده، لازم يكون طبعا الكمبيوتر في مكان السي دي، ويبدا ان هو يحرق لي الملف على السي دي على طول. نجيب فايل كمان مره ونيجي بعد كده على اكسبورت. عندي بعد كده اللي هو تشينج فايل تايب، او ان انا اغير نوع الملف. هيبدا ان هو يجيب لي شويه انواع هنا اقدر ان انا اختار منها. طبعا البرزنتيشن اللي هو البي بي تي اكس ده الديفولت بتاع الباوربوينت، ان انا اقدر ان انا افتحه كباوربوينت واعدل عليه والكلام ده كله مفيش اي مشكله. عندي بعد كده اللي هو البي بي تي اللي هو الباوربوينت برزنتيشن اصدار 2003 وما قبل ذلك. بعد كده اللي هو ممكن افتحه على ديكمنت عادي، طبعا ده برده مش هحتاجه. عندي هنا طبعا السلايد شو او باوربوينت شو. اول لما اجي هنا اختار ده، حتى هو كاتب لي بيقول لي اوتوماتيكلي اوبنز از ا سلايد شو. اول لما اختار الملف وافتحه هيبدا ان هو يفتح لي على طول على العرض، مش هيفتح لي الباوربوينت. تعالوا بقى نسيف دي ونشوف الشكل بتاعها بيكون عامل ازاي. اقول له سيف از، طبعا هيبدا يفتح لي الدايلوج بوكس ده، وابدا ان انا احط الباوربوينت شو او السلايد شو على المكان ده واقول له سيف. خلاص حفظ لي الباوربوينت زي ما هو، ما تاثرش بحاجه، وهو خد لي مني نسخه ثانيه للسلايد شو. هعمل هنا برضو سيف اس تاني اكسبورت، واقول له تشينج فايل تاب، واختار اللي هو الديفولت بتاع الباوربوينت واحطه في نفس المكان واقول له سيف. تعالوا بقى نفتح الفولدر اللي فيه ملفين ونبص عليهم عاملين ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي كده الملفين اللي انا حطيتهم في ملف في مكان لوحدهم، سواء كان باوربوينت او السلايد شو. لو جينا بصينا هلاقي ان النهايه بتاعت الملفين او المدى بتاعهم مختلف، الشكل بتاع الايكون بتاعهم مختلف. هنا بيبدا ان هو جايب لي سهم كده وعلى العرض على طول، وهنا جايب لي كلمه البي او الباوربوينت. تعالوا بقى كده نبص على النوع، هنا بيقول لي ده سلايد شو، وهنا ده برزنتيشن باوربوينت، هنا باوربوينت سلايد شو على طول. تعالوا نفتح واحد واحد منهم نشوف ده هيفتح لي ايه وده هيفتح لي ايه. تعالوا نفتح الديفولت بتاع الباوربوينت نبص عليه. فتح باوربوينت عادي، فيه التولز، فيه ان انا اقدر ان انا اعدل اللي انا عايزه واعمل كل حاجه انا عايزها. نقفل ده، تعالوا نفتح السلايد شو نشوف هيفتح ازاي. اول ما فتح زي ما انتم شايفين هو فتح خلاص على العرض على طول، ان انا ابدا ان انا اعرض المحتوى اللي جواه. هدوس كليك هيبدا ان هو ينقل لي على الجزء اللي بعديه، وطبعا لما ادوس سكيب او ان انا اجي اطلع من الشكل اللي قدامي اللي هو السلايد شو عشان يجيب لي الباوربوينت هيطلع خالص من الملف. لو انا مش عندي الملف ده مش هعرف ان انا اخش اعدل عليه ولا اضيف او ازود او اشيل اي حاجه. يبقى انا كده لو انا عايز ابعت البرزنتيشن لحد، سواء انا عايز مثلا محدش يعدل عليها خالص وابعتها للمكان اللي انا هعرض فيه عشان هم يبقوا جاهزين بالبرزنتيشن وجاهزين بكل حاجه، فبياخدوا نسخه منها عشان لما اروح اعرض عليها على طول، فانا ساعتها ببعت لهم السلايد شو بس. او ان انا عايز ادي للمستفيدين عندي الباوربوينت ان هم يراجعوا منه والحاجات دي كلها، ابدا ان انا ابعت لهم السلايد شو، ما ابعتلهمش الماتيريال او البرزنتيشن الاصليه عشان محدش يعدل او يمسح حاجه غصب عنه او ايا كان الحاجات دي كلها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، وطبعا خلصنا شرح برنامج الباوربوينت. بس لو لسه عندكم اي استفسار عن برنامج الباوربوينت او اي برامج تخص مايكروسوفت اوفيس او الكمبيوتر بشكل عام، تقدروا تكتبوا لي في الكومنتس تحت، وطبعا هنزل لكم فيديو مستقل على القناه بتاعتي على اليوتيوب بالحاجه اللي انتم عايزينها. طبعا بتمنى تكونوا استفدتوا خلال الكورس ولو بالقدر البسيط، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت عن برنامج الوورد وعن برنامج طبعا الباوربوينت لو مش متابعينه من الاول، وطبعا هتلاقوا فيديوهات تانية على القناه عندي على اليوتيوب تقدروا تتفرجوا عليها كلها. وما تنسوش تستنوا الفيديوهات اللي جايه واللي هنشرح فيها برنامج الاكسل، وطبعا هنشرح حاجات تانيه مختلفه كتير تقدروا تتابعوها على قناه اليوتيوب. بشكركم جدا، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتدوسوا سبسكرايب للقناه لو مش مشتركين، وطبعا تسيبوا رايكم في الكومنتس تحت. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.